تمام. احنا هنكمل كلامنا على موضوع المنظار والصمام، اني احسن الصمام او المنظار؟ انت طبعا لو سألت هتلاقي يقول لك لا لا لا، ما تعملش منظار، المنظار فاشل. لما حد يقول لك المنظار فاشل، انت اسأله انت تقصد ايه بالمنظار، لانه جراحة المنظار بقى اكتر من نوع من الجراحة. الموضوع كل حاجة زي ما كل حاجة في الدنيا بتتطور، جراحة المنظار بتتطور. جراحة المنظار فعلا كانت نجاحها ضعيف جدا جدا في الأطفال الصغيرين، وكان ما بنعملهاش يعني في الأطفال اللي هم أقل من سنة أو ساعات حتى سنتين، وحتى بعد سنتين برضو أحيانا كان بيبقى فيه نوع من الفشل. دي الجراحة اللي هي القديمة اللي هي بتبقى فتحة صغيرة كده. فأنا معايا اللي يقول لك جراحة المنظار فاشل، أقول له فعلا جراحة المنظار فاشل، وأنا شخصيا بطلت أعملها من زمان، من 20 سنة لما لقيت النتائج بتاعتها مش كويسة بطلناها أصلا. لكن في بقى جراحات جديدة، يعني مش الجراحة القديمة. والجراحة الجديدة دي نوعين، النوع اللي هو جراحة كي الحنفية، ودي هي جديدة يعني عندنا احنا، لكن هي بتعمل بره بقى لها مدة، وكان اللي مخلي الناس تتكاسل عنها ان النجاح بتاعها ضعيف شوية، في حدود مثلا 60%، وفي دراسات تانية بتقول لا 30% بس. فده كانت اللي هي كي الحنفية، ودي اللي احنا بدأنا نعملها من حوالي سنة ونص، وفعلا النجاح كان في حدود 60% او كده. لكن في بعد كده تعديل ثالث بقى في الجراحه، اللي هو الحمد لله انا بدات اعمله من حوالي 4 أو 5 شهور، والحمد لله احنا النجاح بتاعنا وصل اكثر من 90%، ووصل لاعمار صغيره جدا. يعني ان شاء الله هبوريكم الحالات، لكن التعديل الجديد واضح انه عمل فرق كبير، وطبعا هنتاكد منه مع الوقت. وبالتالي لا، حكايه بقى ان المنظار فاشل ومش فاشل والكلام ده، الكلام ده ينطبق على الجراحه القديمه، وممكن ينطبق جزئيا على الجراحة بتاعت كي الحنفية، لكن فعليا الوضع اتغير دلوقتي، والنجاح يعني الحمد لله بدأ يزيد. وانا بقى تباعا بنزل لكم على الصفحة الحالات، سواء مثلا حالات راس كبيرة قوي او طفل صغير جدا، او حالة بعد نزيف او حالة بنزيف، والحمد لله في كل الحالات بفضل الله سبحانه وتعالى التعديل الجديد ادى الى نسب نجاح عالية جدا جدا، انا نفسي ما توقعتهاش الحقيقة. ولما الاعداد تكبر وفترة المتابعة تطول ان شاء الله نبقى ننشرها عالميا بإذن الله. يبقى المنظار فاشل، ايوه فاشل، و60 فاشل كمان، بس انهي منظار؟ انهي جراحه منظار؟ تقصد ايه، بتاعت 92 ولا بتاعت 2012 ولا التعديل الجديد اللي انا عملته؟ يبقى احنا ما نستسهلش الكلام. انت لما بتقول للعيان او تقول لواحد بيسالك انت كدكتور او كحد من او حتى مش دكتور، واحد بيقول لك ده انا هعمل لابني منظار، يقول لك لا 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 المنظار فاشل، انت بكده بتحرم الطفل من فرصه انه يعيش حر بدون صمامه ومشاكله ومضاعفاته. واحنا قبل كده قلنا كفايه قوي ان الصمام، ان 8% بيحصل التهابات، والالتهاب في الصمام معناه الطفل انتهى، يعني مستقبله انتهى، عمليات ومشاكل وبدون اي فايده. يبقى يعني احنا نبقى حذرين في الكلام، ونسيب الكلام للمتخصصين، وتفهم ان الدنيا بتتغير، مش كل حاجه بتفضل على حالها، كل حاجه بتتطور، وربنا سبحانه وتعالى برحمته بيفتح لنا ابواب جديده للشفاء والعلاج. فبلاش احنا بالجهل بتاعنا وقله المعلومات نعطل الناس ونعطل مصالحهم. جراحة المنظار فاشلة، بس دي الجراحة القديمة، أما الجراحة الجديدة نجاحها زاد، أما التعديل بقى الأحدث اللي تم ده حديثا يعني، فبسم الله ما شاء الله النتائج رائعة جدا جدا ومبشرة، وأنصح بيها بشدة. وأنا طبعا عرضت لكم حالات الصمامات ومشاكلها وكل حاجة، حاجات مشاكل مرعبة بصراحة، وخوف يستمر مدى الحياة مع المريض. يبقى هو ده، لما حد يقول لك المنظار فاشل، قول له يا استاذ، يا ابو المفاهيم، انهي منظار؟ قول لي انهي منظار؟ الجراحه القديمه ولا الجراحه الكي الحنفيه ولا التعديلات اللي عملها الدكتور خالد في العمليه مؤخرا؟ عشان بس يبقى كلام الناس عاقله وما نحرمش ابننا من الفرصه. تمام، يبقى ده كان الرد على السؤال، هل المنظار فاشل ولا مش فاشل؟ لو حد سالك يبقى ترد الرد ده ان شاء الله. وبعدين نتمنى بقى لكل اولادنا السلامه، وانا شخصيا يعني بكون سعيد جدا 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 مع كل حاله من الحالات تنجح، والطفل يكمل حياته بدون صمام، زي الطفل مثلا اللي انا حطيته قذافي ده، وفي طفله صغيره يمكن بكره ان شاء الله اجيبها لكم اعرضها برضو فيديو، وعدد كبير يعني احنا عندنا الاسبوع ده مثلا في 4، والاسبوع اللي قبله كان في 3، والحمد لله النجاح الحمد لله يعني مبهر الحقيقه. التعديل الجديد فرق جدا جدا في الحالات. هنتابع طبعا نعمل عدد اكبر، احنا وصلنا تقريبا 20، نعمل عدد اكبر، عايزين نوصل مثلا 60 او 80، وبحيث ان شاء الله نقدر ان احنا نبقى نطمئن للنجاح بتاع الجراحه. وكل سنه وانتم طيبين،
وتبقى دي هدية العيد بقى مني ليكو، ولكل طفل عنده استسقاء وعلى وشك انه يركب صمام، ونقول له وقف ما تركبش صمام، ويجي اشوفه وان شاء الله باذن الله يعني نعمل اقصى ما يمكن ونجنبه الصمام ويكمل حياته بدون صمام ان شاء الله، يعيش طفل طبيعي. وكل سنة وانتم طيبين.